الكاثوليكون. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. وهذه هي الكلمات التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه الحجر الحي المرذول من الناس ولكن مختار من الله وكريم، كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب: إني هأنذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما، الذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم أيها الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عثرة وصخرة شك. أولئك الذين يعثرون بالكلمة غير موافقين للذي وضعوا له، أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر، لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم صرتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي فيه.